في نقلة نوعية في الخدمات الصحية، تسلمت وزارة الصحة مبنى عيادات الأسنان لمستشفى الفروانية، والذي يحتوي على 156 عيادة، مما يجعله الأكبر على مستوى المرافق الصحية التخصصية لطب الأسنان في الكويت والشرق الأوسط. المشروع يقع ضمن التوسعة الشاملة لمستشفى الفروانية، والذي يمثل واحدا من أهم مشاريع خطة التنمية الصحية. تعتبر نقلة نوعية لوزارة الصحة في استلام مباني جديدة وتوسعة المباني اللي موجودة الحالية، وهو يعتبر جزء من مشروع مستشفى الفروانية اللي طبعا يتكون من 955 سرير، راح يكون من أكبر عيادات الأسنان بالكويت، وفي جميع التخصصات سواء تخصصات الصحة المدرسية أو تخصصات سب سبيشاليتيز اللي عندهم بالنسبة للثة تقويم، تخصصاتهم المختلفة يعني. المستشفى الفروانية أو مركز طب الأسنان الفروانية يتكون من 156 عيادة أسنان، منها 132 عيادة أسنان وعيادة أسنان للمدرسة، عيادة مدرسية، وفي طبعا يتكون من 4 أدوار: الدور الأرضي للخدمات، والدور السرداب للخدمات، والدور الأرضي للريسبشن، وفي دورين عندنا للعيادات والمختبرات الطبية وغرف العمليات والإنعاش.